النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنبدأها بخرائط توقعات درجات الحرارة، حيث تأثرت المملكة خلال اليومين الماضيين بتيارات هوائية دافئة اندفعت من الجنوب باتجاه المملكة، عملت على عودة درجات الحرارة إلى ما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام. الأجواء أصبحت في ساعات النهار صيفية اعتيادية، وكانت لطيفة في ساعات الليل، وكانت درجات البرودة أقل مما كانت عليه خلال بعض ليالي الأسبوع الماضي. ذات خرائط درجات الحرارة تشير إلى أن المنطقة الشرقية للبحر المتوسط على موعد مع اندفاع جديد بهذه الألوان التي تشير إليها، كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات مرة أخرى تندفع هذه الكتلة نحو المنطقة الشرقية للبحر المتوسط بما فيها المملكة، حيث تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الدافئة نحو الجنوب الشرقي كما نلاحظ، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض التدريجي في ساعات النهار والليل، الأمر الذي سيعمل على عودة الطقس في ساعات النهار ليصبح أقرب إلى الربيعي من الصيفي، ولكن يعود في ساعات الليل ليميل للبرودة خاصة مع ساعات الليل المتأخرة. توقعات درجات الحرارة والأحوال الجوية خلال هذه الليلة، الأجواء تكون غالبا صافية، ودرجة الحرارة هذه الليلة الصغرى 21 درجة مئوية. الأجواء هذه الليلة مناسبة للجلوس في الخارج وفي الجلسات الخارجية، وهي أقل برودة مما كان عليه في بعض ليالي مثلا الأسبوع الماضي، وهي مشابهة مثلا لليلة الماضية. تنشط سرعة الرياح في ساعات الليل المتأخرة في بعض المرتفعات الجبلية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، غدا الأحد يتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في العاصمة عمان إلى 32 درجة مئوية، وسط أجواء تميل قليلا للحرارة في ساعات النهار، وتكون في ساعات الليل 19 درجة مئوية. يوم الاثنين يطرأ انخفاض يعتبر بأنه ملموس على درجات الحرارة، وتعود درجات الحرارة للانخفاض إلى ما دون المعدلات، تكون يوم الاثنين 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى الليلة 15 درجة مئوية. الأجواء ليلة الاثنين على الثلاثاء تميل البرودة في ساعات الليل، تظهر كميات من السحب والغيوم المنخفضة، وترتفع نسب الرطوبة بالأجواء، بل وربما يتشكل الضباب في قمم المرتفعات الجبلية العالية خاصة الشمالية. يوم الثلاثاء توالي درجات الحرارة الانخفاضة، تسجل 27 درجة مئوية في العاصمة عمان. الأجواء في ساعات النهار تصبح أقرب إلى الربيعية من كونها صيفية، وفي ساعات الليل تسجل 16 درجة مئوية، أيضا تميل الأجواء للبرودة في ساعات الليل بشكل لافت. وبشكل عام تصبح الجلسات الخارجية في ساعات الليل اعتبارا من ليلة الاثنين على الثلاثاء تحتاج إلى بعض الملابس الثقيلة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة بمشيئة الله تعالى يوم الأحد، والأجواء التي تميل الحرارة بمشيئة الله تعالى في مدن ومحافظات المملكة سنستعرضها الآن سوية، بدءا من المناطق الشمالية في إربد 31-19، عجلون 30-18 درجة مئوية، في جرش 34-20، وفي المفرق من 34-18 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة عمان تسجل 32-19، في السلط 32-20، 34-20 في مدبة، وفي الزرقاء 35-21 درجة مئوية، في حين ترتفع في البحر الميت إلى 39 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى إلى 28 درجة مئوية، مع أجواء تكون حارة بشكل عام في تلك المناطق. انتقالا إلى المناطق الجنوبية، تكون في الكرك 32-20، 31-19 في الطفيلة، 29-18 في جبال الشراء، الأجواء حارة للغاية في خليج العقبة، ترتفع إلى 41 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 27، وفي معان تكون 38 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 22 درجة مئوية. ختام هذه التوقعات الجوية في المناطق الشرقية المملكة، تكون في رويشة 39-24، والأجواء أيضا حارة، في الصفاوي 38-21، وفي الأزرق من 40-21 درجة مئوية، والأجواء حارة في جنوب وشرق المملكة، مائلة للحرارة في باقي مناطق المملكة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات.
شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.